السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الجزء في الفيديو ده عن الجزء الثاني من شابتر 5 السيكونشال سيركت. أخدنا الجزء السابق اللي في الفليب فلوبس واللاتشز، وخدنا البيزك اليمنت للميموري، وازاي نعمل كونستراكشن للفليب فلوبس. في الجزء ده نبدأ نتعامل مع السيكونشال سيركت، وازاي نبني السيكونشال سيركت، نعملها تحليل اناليسز، وبعد كده نعملها مينيمايزيشن اوبتمايزيشن، وبعد كده نعملها ايه نعملها ديزاين. ازاي نعمل ايه نعمل ديزاين؟ اول حاجة عشان نعمل ايه نعمل اناليسز، اللي هو ان انا عندي زي ما كنا بنعمل في الكومبينيشن سيركت، بيديني هو السيركت دايجرام بالدايره متوصله بشكل معين، بيقول لي شوف الدايره دي ايه شغاله بتعمل ايه، بنشوف الفانكشن يعني والاداء بتاعتها. فعشان نبدا نحلل الدايره دي، فانا بنعمل نجيب ايه بنجيب حاجه اسمها الستيت ايكويشن او ترانزيشن ايكويشن، اللي هي علاقه ما بين الاوتبوتس والنكست ستيت والانبوتس مع الكرنت ستيت، اللي هي ايه زي الستيت ايكويشن والكرنت ايكويشن جبناها السابقه للدايره. هنجيب برضو عندي حاجه اسمها الستيت تيبل. الستيت تيبل زي هو التروث تيبل في اخذناه في الكومبيشن سيركت، كان تروث تيبل. هنا يبقى ايه؟ يبقى بنسميه الستيت تيبل، لان بيبقى في ميموري اليمنت، بيبقى في كارنت ستيت وفي نكست ستيت وهكذا. طيب، ونجيب حاجه اسمها الستيت دايجرام. زي ما هنشوف الستيت دايجرام دلوقتي، اللي هي توصيله رسم للايه للكارنت ستيتس والستيتس بالترانزيشن من كل ستيت للثانيه ازاي، زي ما هنشوف ايه زي ما هنشوف دلوقتي. طيب، الترانزيشن ايكويشن او هي الستيت ايكويشن، اللي هي علاقه قلنا ما بين الكرنت نيكست ستيت والكرنت ستيت مع ايه مع الانبوتس. طيب، ازاي نبدا التحليل؟ التحليل ببساطه ان احنا نجيب ايه نجيب الستيت ايكويشن. اول حاجه نبدا مثلا نمسك الدي فليب فلوب دي، تمام يا باشمهندس؟ حد يقول لي بالنسبه للدي فليب فلوب الاوتبوتس بتاعها هنا سماه ايه؟ في مشاكل ان نسميه ايه؟ مفيش مشاكل. طيب، عادي يسميه زي ما يسميه. طيب، وبالتالي لو انا عايز نجيب ايه نجيب النكست ستيت بتاعتها، بنسميها ايه؟ ايه اوف تي زائد واحد، صح؟ زائد واحد. طيب، دي نوعها ايه؟ الفليب فلوب دي نوعها ايه اللي في الدايره دي؟ اعطيني دايره الدايره دي نفسرها كده، اعطيني دايره لها 1 انبوتس اللي هو الاكس، ولها تي 2 فليب فلوبس، 2 فليب فلوبس، ولها ايه اللي هو الفليب فلوب فليب فلوب الاولى الاوتبوتس بتاعها ايه، الفليب فلوب الثانيه الاوتبوتس بتاعها مسمي بي، ومين عندي 1 اوتبوتس اسمه ايه اسمه واي، والكلوك عندي ده دي الانبوتس للتو فليب فلوب. تلاحظ هما الاثنين داخلين على نفس الكلوك، عشان ما نقول الدايره ايه بيبقى سينكرونايز متزامنه. طيب ماشي، اللي المتزامنه كله بيحصل له ابديت من نفس ايه من نفس الكلوك. طيب ماشي، نبدا التحليل ازاي؟ لازم نبقى انا عارف ايه الكاركترستيك ايكويشن او الستيت ايكويشن بتاعت الفليب فلوب ذات نفسها. بالنسبه للدي فليب فلوب، الكيو اوف تي زائد واحده بتاعتها بتساوي مين؟ يلا خليكم فايقين كده، دي تساوي الدي. حلو خالص، هي دي اللي هنطبقها، وبالتالي هو كتبها لك اهو بيذكرك بيها هنا. فبالتالي عندي هنا الاي اوف تي زائد واحده بتاعت الفليب فلوب الاولى بتساوي مين؟ من هنا من قدام بتساوي الدي. طب والدي بتساوي ايه من الكومبينيشن سيركت دي؟ تساوي اكس بتساوي اكس اند مع مين هنا؟ خد بالك، الدي اها الدي عبارة عن اور جيتس، الاثنين اندد مع بعض، مين الاثنين دول؟ اكس اند مع الكيو الحالية اللي هي الاي الحالية اي اوف تي، يبقى a of t and مع مين؟ مع ال x، or مع مين؟ مع ال x and مع مين؟ مع خد بالك مع ال b of t بتاع مين؟ ال d flip flop الثاني. حلو، الكل or مع بعض يديك ال d، وبالتالي ال e of t زائد واحد تساوي ال d اللي هي بتساوي دول، صح؟ ادها، يبقى ال a of t زائد واحد تساوي ال a of t and مع ال x اهو اللي هو قلناه هنا، مين؟ or مع ال b of t الحاليه بتاعت الدي فليب فلوب الثانيه اندد مع مين؟ مع الاكس برضه، تمام. يبقى عملنا اول ترانزيشن ايه ايكويشن او ستيت ايكويشن مين للفليب فلوب الاولى. طيب بالنسبه للفليب فلوب الثانيه، البي اوف تي زائد واحد اللي هي دي بتساوي مين؟ تساوي الدي اللي هي مين هنا؟ الاكس 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 مع الايه ده مع الاي داش. حلو، هو بيجيب لك كده مثلا، هيجيب لك مساله في الامتحان بالشكل ده، لازم تعرف ازاي تجيبهم، بتبقى سيمبل يعني، بس الفكره ازاي تستفاد من الايكويشن دي اللي انت جبتها. طيب حلو، وبالتالي بي اوف تي زائد واحد بتساوي الاي كومبلمنت اوف تي مضروبه في الاكس اوف تي او اندد مع الاكس اوف تي. بعد كده الواي اوف تي اللي هي القيمه الحاليه بتساوي مين؟ نشوف انا بدون ما نضغط، قبل ما نضغط كلوك ولا حاجه، نشوف القيمه الحاليه برضه هتساوي مين؟ تساوي الاكس اهي نوت، يبقى اكس كومبلمنت اندد مع مين؟ مع حاجتين اور مع بعض، مين هما؟
الان الاي زائد واحد. ماشي. لا ما انا دخلت كلوك، انا بجيب الواي اوف تي الحاليه. خد بالك ليه يا باشمهندس، انا مين اللي بيتكلم، من ضياء ولا حمد؟ حمدي. بص ليه يا حمدي ما نقولش انا في الواي اوف تي زائد واحد، تمام؟ انا بتكلم عند اللحظه الحاليه، تمام؟ فانا ما مديتش كلوك، فانا بقول القيمه اللي اتوقعها المستقبليه ليه. دايما الواي بيتحدد الانبوتس من القيمه اللي تديها ليه في الوقت الراهن، فاهم قصدي؟ اول ما ندي كلوك نقول واي اوف تي زائد واحد، فانا في الغالب لما نحط الستيت تيبل بنجيب القيمه الحاليه والانبوتس الحالي ونجيب مين الوحيد اللي بنجيبه، النكست ستيت، نقول الاي اوف تي زائد واحد اللي هي بتاعت الفليب فلوب، لازم نبقى عارفين لها نكست ستيت. لكن دايما بقول الكرنت انبوتس والكرنت اوتبوتس، صح؟ ليه؟ لان انا بدخل انبوت، في حاجه اسمها الانبوتس المستقبلي، لا لا، وبالتالي الاوتبوتس مش بيعتمد على الانبوتس الحالي ولا الانبوتس المستقبلي. بس الحال يعني بس دي السبب، دي السبب ليه نقول لك الواي يساوي واي اوف تي. فدايما كده دايما حتى تلاحظ لما في الستيت تيبل بنحط الكرنت انبوتس، يبقى لازم نحط الكرنت اوتبوتس. اي نعم هو مستقبلين الاوتبوتس هيتغير، بس بعد ما تتغير معاه الاكس وبعد ما يتغير مش عارف ايه، لكن الاوتبوتس بيتحدد من الكرنت انبوتس. حلو. طيب فهنا نقول ايه؟ نقول الواي بيساوي الاي اور مع مين؟ القيمه الحاليه برضو الاي اهو اللي شايفها قدامك، اور مع مين؟ مع البي اوف تي برضو القيمه الحاليه. الكل اندد مع مين؟ مع الاكس كوردينيت. اكسبوننت. بس ده اللحظه. يبقى للحظه دايما في الستيتس ايكويشن، تمام؟ بالنسبه للفليب فلوب القيم النكست ستيتس مع علاقتها مع الانبوتس والكرنت ستيتس، الاوتبوتس مع مين؟ مع الكرنت ستيتس او والانبوتس. طيب ماشي، جبنا ايه؟ جبنا كل ايه؟ جبنا كل المعادلات. طيب عندي اي اوف تي زائد واحد، تمام؟ قال لك ممكن انت خلاص انت عارف السبسكريبت اي اوف تي قصد بيها مين، ممكن نرمز لها رمز ايه على طول، يعني سهل. يعني انا لما نحط الاي من غير اي اوف تي انا قصدي بيها القيمه ايه يا باشمهندس؟ الحاليه. فتلاقي خلاص اي اوف تي زائد واحد تساوي اي اكس زائد بي اكس، يعني قصدي ان الاي اوف تي زائد اندد مع الاكس اوف تي وهكذا. يعني قال لك شيل السبسكريبت اي اوف تي للتسهيل عشان ما نكتبش ايه يبقى شكل الكتابه كبير. طيب ابتدى خطوه نحط الستيت تيبل بتاعي، ده اهم ايه؟ ده اهم شيء الستيت تيبل، العلاقه ما بين الاوتبوتس والنكست ستيت مع الانبوتس والكرنت ستيت. يومه فاكرين في الكاركترستيك ايكويشن، عشان نجيبوا الكاركترستيك ايكويشن بتاعت الجي كي فليب فلوب في الفيديو السابق عملناها مش منسي، قلنا النكست ستيت نخلوها ايه؟ سوري الاوتبوتس بتاع الكيو كومبلت مش خليناه انبوتس ولا لا، اللي هو الكرنت ستيت، فاكرين لما فكيناه؟ يبقى دايما الانبوتس مش ما تحطش المتغير اللي هو الاكس بتاعك بس، والنكست والكرنت ستيت بتاعت الفليب فلوبس تعتبر انبوتس ليه، تمام؟ ليه تعتبر انبوتس؟ لان الاوتبوتس في النكست ستيت ممكن يعتمد على الكرنت انبوتس، ممكن معمول لها فيدباك زي في دايرتنا دي. في دايرتنا دي مش النكست ستيت اهو بتعتمد على نفسها ولا ما بتعتمدش؟ بتعتمد ايه؟ بتعتمد. عشان كده لازم في الجدول دايما ان الكرنت ستيت بتاعت الفليب فلوب ذات نفسها تعتبر انبوتس للدايره، وده معنى السيكونشال سيركت. ده الاوتبوتس ما بيعتمدش فقط على الكرنت انبوتس، لا ده بيعتمد على النكست، على الكرنت ستيت بتاعت الفليب فلوب اللي هي اصلا كانت قيمه سابقه متخزنه الميموري اليمنتس. ادي ده الفرق معنى السيكونشال، ده جديد. طيب هنا نحط الاوتبوتس بس الكرنت اوتبوتس، لا ونحط النكست ستيت اللي هتحصل فيما بعد. طيب حلو. طب واحد يقول لي نعرفهم ازاي النكست ستيت؟ عندي من الستيت ايكويشن اللي انا جبتها، عندي الاي اوف تي زائد واحد بتساوي مين يا باشمهندس؟ اي اكس زائد بي اكس. يعني معناها ايه؟ امتى الاي اوف تي زائد واحد تساوي واحد؟ ها مش دي النكست ستيت هي اللي هي دي معناها اي اوف كام دي؟ اي اوف تي زائد واحد، صح؟ امتى دي بواحد؟ لو الايه السابقة بواحد والاكس بواحد الله مثلا. ينور عليك، بصيت للمعادلة دي انت. يبقى الاي اوف تي زائد واحد اللي هي النكست ستيت امتى بواحد؟ لو القيمة الحالية ليها الاي بواحد او الاكس بواحد، حلو، او البي بواحد والاكس بواحد، صح ولا لا؟ تعال نشوف. يبقى الاي امتى بواحد؟ نشوفه لما الاي بواحد والاكس بواحد. فين الاي بواحد والاكس بواحد؟ الاي بواحد والاكس بواحد، اها القيمه دي الاي بواحد والاكس بواحد، تبقى الاي بكام؟ النكست ستيت بواحد. حلو، الاي بواحد والاكس بواحد، يبقى الاي النكست ستيت بكام؟ بواحد. ايه تاني؟
من المعادلة. ولما البي بواحد والاكس بكام؟ واحد بواحد، واحد بغض النظر عن الايه، تمام؟ يبقى لما البي بواحد والاكس بواحد، اهي القيمة دي الايه في تي زائد واحد بواحد، ايه تاني؟ فين البي بواحد والاكس بواحد؟ لا ما فيش تاني، بس وباللحظة ان النكست ستيت اللي هي ايه اوف تي زائد واحد، بدل ما اقول لك ايه اوف تي زائد واحد كتب لك مفاجاه النكست ستيت، ودي بدل ما اقول لك ايه اوف تي كتب لك البريزنت ستيت او الكرنت ستيت يعني. ماشي، اها امتى بواحد؟ لما الاي بواحد والاكس بواحد او البي بواحد والاكس بواحد. طيب حلو، يلا البي اوف تي زائد واحد النكست ستيت نجيبها ازاي؟ نرجع للايكويشن بتاعتي، ادي لازمه الستيت ايكويشن. لما الاي بصفر والاكس بكام؟ بواحد. نرجع هنا، فين الاي بصفر والاكس بواحد؟ فين؟ اها يبقى هنا، يبقى البي بواحد، اها البي اوف تي زائد واحد نكست ستيت. ايه تاني؟ الاي بصفر والبي والاكس بواحد، اها برضه نلاقيها بواحد. ايه تاني؟ فين دي بصفر؟ مفيش غيرهم الحالتين دول، دي بصفر هنا وصفر هنا، ودي بواحد هنا واحد هنا، تمام؟ يبقى البي بواحد وواحد في اللحظه دي. ايه تاني؟ الواي اوف تي بقى، خلاص جبنا النكست ستيت، كملنا في الست تيبل. الواي اوف تي، الواي بيساوي مين؟ بيساوي الاي اور البي اكس كومبلت. ممكن نفكهم يا باشمهندسين؟ يتفكوا، تمام؟ يبقى لما الاي بواحد والاكس بصفر، او ايه يا باشمهندسين؟ واحد والاكس بصفر. تمام، يبقى الاي بواحد والاكس بصفر اهي، يبقى الواي بواحد اهو، صح؟ او البي بواحد والاكس بصفر، اها نلاقيها اهو، وفي واحده تانية اهو، البي بواحد والاكس بصفر، نلاقي الاوتبوت بواحد، وبالتالي الاوتبوت 3 مرات بواحد الواي عندي من برضو ايه، من المعادله دي. يبقى الستيت ايكويشن دي ايه، مهمه جدا، مهما كان الكومبلكس بتاع السيركت نمشي بالخطوات دي، تمام؟ نشوف الانبوتس ايكويشن او اللي هي بنسميها التريجرنج ايكويشن مثلا، او الانبوت ايكويشن للفليب فلوب، ونجيب علاقتها مين بالنكست ستيت، تمام؟ ونشوف هي علاقتها بالكومبينيشن سيركت ايه، ونربطها دايما بالنكست ستيت. طب حلو خالص، وبالتالي ده الستيت تيبل يجيب لي العلاقه ما بين الكرنت ستيتس والكرنت انبوتس مع مين؟ مع النكست ستيت والكرنت اوتبوتس، تمام؟ طيب ايه تاني ممكن نجيبه؟ قال لك الستيت تيبل كان بي بريزنتد ايه اللي هي الستيت دايجرام، عاد بيعملها ازاي؟ قال لك ان انا نقدر نرسمها بشكل ايه، بشكل جرافيكال. تعال نشوف ازاي بشكل ايه، بشكل جرافيكال. قال لك نفس الرسمه دي بتاعتي، انا لما كنت صفر صفر يا باشمهندس، النكست ستيت كام للفليب فلوب بتاعتي؟ نصف ها لما الكرنت ستيت صفر صفر، النكست ستيت كام وكام للفليب فلوبس على بعض؟ صفر وصفر برضه، ها صح، بتعامل مع التو فليب فلوبس على بعض، جنب بعض يعني، كأنهم حاجات متصلة منفصلة، تمام؟ الايه كانت بصفر والبي كانت مين؟ كانت بصفر. النكست ستيت الايه بكام؟ بصفر والبي بصفر، صح؟ الناس ركزوا معايا في الحتة دي، معايا؟ طيب معك لما، طيب الانبوتس كان بكام في وقتها؟ صفر والاوتبوتس؟ والأوسكوم صفر صفر. حلو خالص، ما ده معنى الست دايجرام، عشان نشوف لما نرسمه هنعرف ازاي بنعمله. بعد كده قال لك طب اما لما انا كنت، هنعمله كده بالست دايجرام، قال لك اهو انا صفر وصفر، النكست ستيت صفر وصفر، طب والكرنت انبوتس كان بصفر والكرنت اوتبوتس بصفر برضه. نروح نعملها كده، نجيب دايره يا باشمهندسين. الستيتس بتاعتي بنعملهم ازاي؟ بنعملهم في دوائر. عندي كام ستيتس يا باشمهندسين على حسب عدد الفليب فلوب؟ عندي كام فليب فلوب هنا؟ كام فليب فلوب؟ اثنين اتنين. يعملوا لي كام ستيت مختلفة؟ اثنين اثنين أربعة أربعة، مع عدد الاحتمالات يساوي اتنين أس عدد إيه؟ عدد البيتس أو عدد الفليب فلوبس. طبعا الاوتبوتس مش هناخدها معاك احتمالات، ولا الانبوتس ناخدها معاك احتمالات، أنا بتكلم عن الستيتس، ودايما الستيتس دي خاصة بالميموري، تمام؟ فلما نقول لك معايا تو فليب فلوب، يبقى عندي كام ستيتس مختلفه ليهم؟ أربعة اربعه، اتنين اس ان لم أربعة او اتنين اس ام، حاسوا ام عدد الفليب فلوب، او اتنين اس ان حاسوا ان عدد الفليب فلوب، بيديني ام ستيتس.
مره الايه الفليب فلوب الاولى كانت بصفر والثانيه بصفر، مره الاولى كانت بصفر والثانيه بواحد، مره الاولى كانت بواحد والثانيه بصفر، مره الاولى كانت بواحد والثانيه بواحد. دي الستيتس المختلفه، عندي غيرهم الاحتمالات دول؟ لا، بس دي الفكره. طيب الستيت دايجرام ازاي؟ قال لك ترسم لي الاربع ستيتس بتوعك كلهم في دوائر، تحط للصفر وصفر في دايره، وتحط للواحد وواحد في دايره، وتحط للصفر وواحد في دايره، وتحط للواحد وصفر في مين؟ في دايره. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا اسمع، باشمهندس، وترسم وتعملهم وتعملهم ايه تمام. بالترتيب؟ بالترتيب ازاي؟ بالترتيب تشوف مين هيروح لمين. طيب طبعا صفر وصفر، بعد كده صفر وواحد، صفر واحد اتنين تلاته كارقام يعني. طيب حلو، بعد كده انا لما كنت صفر وصفر كان الانبوتس الحالي كام؟ كم صفر؟ والاوتبوتس؟ صفر صفر طب والنكست ستيت؟ صفر صفر النكست صفر صفر صفر، نروح انا ناخد سهم من الكارت ستيت ونطلع بيه ونخش على نفس تاني. وصلت؟ يبقى انا كنت صفر صفر ورحت طلعت ورحت رايح على مين؟ رايح على مين؟ رجعت لنفسي. تمام؟ طبعا. ونحط على السهم ده حته مهمه عاد، وايه اللي نحط على السهم ده؟ نكتب على السهم، نكتب عليه الكرنت انبوتس والكرنت اوتبوتس. زي مين يا باشمهندسين؟ صفر سلاش صفر، دي معناها ايه؟ معناها الانبوت صفر والاوتبوتس بكام؟ صفر بصفر. صفر طب تعال ناخد الحاله الثانيه نفهم، تعال ناخد الحاله الثانيه. لما الانبوتس كان صفر وصفر، النكست ستيت كانت كام؟ صفر واحد نروح ناخد سهم من صفر وصفر لصفر وواحد. حلو، طيب الكرنت انبوتس بكام؟ واحد واحد والكرنت اوتبوتس؟ صفر يبقى هو ده اللي صفر نحطه على السهم، يبقى نحط واحد سلاش صفر، ادي معناها. تمام، يبقى ده ايه؟ ده واحد وصفر. يبقى انا كنت صفر وصفر وكان الانبوتس واحد والاوتبوتس بصفر، وكانت النكست ستيت كام؟ صفر واحد. يبقى ناخد سهم ونحطه ايه؟ باتجاه صفر واحد. تمام. طيب تتوقع، يلا قول لي انت التانية من غير ما نبنيها، ايه هي من غير ما نوصلها؟ ايه؟ صفر وواحد نروح صفر لمين؟ واحد صفر صفر يبقى نرجع تاني، اه نرجع حلو، ونحط على السهم ايه؟ نكتب على السهم ايه؟ واحد سلاش صفر ايه؟ صفر صفر واحد زيرو سلاش واحد 0 سلاش 1. الله ينور عليكم، يبقى هو كده صح. يبقى ناخد سهمها من 0 1، نرجع لمين؟ نرجع ل 0 0 ونحط 0 سلاش 1، واللي بعده وبرضه من 0 1 نروح لمين تاني؟ واحد واحد، واحد واحد ونحط عليه مين؟ 1 سلاش 0. يبقى من 0 1 النكست ستيت كانت 1 1، والانبوتس كان 1 والاوتبوتس ب0. تمام، وهكذا. تمام، من مين؟ من 1 و0 ل0 0، من 1 و0 ل0 0، والانبوتس كان ب0 والاوتبوتس كان ب1 اهو. وبرضو من 1 و0 لنفسي نطلع والسهم يلف ويرجع تاني، والانبوتس كان ب1 والاوتبوتس ب0 اهو. من 1 و0 نرجع تاني، نطلع بالسهم ونرجع تاني ونحط على السهم 1 و0، لان انا لفيت ورجعت تاني. طيب بعد كده من 1 ل1 لمين؟ ل0 و0، وعليها نحط عليها من فوق كام؟ 0. من 1 و1 لمين؟ صفر سلاش واحد الصفر صفر، ونحط عليها صفر سلاش ايه؟ نحط عليها صفر سلاش واحد. المفروض دي كانت ايه؟ كانت تبقى صفر سلاش واحد هنا. ماشي، انا عاد وعندي هنا عاد من واحد لواحد تروح لمين؟ الواحد وصفر. واحد صفر وال كانت انبوتس كانت بكام؟ بواحد، وكانت اوتبوتس كانت كام؟ كانت بصفر. تمام، بس دي المفروض تبقى بكام هنا؟ السهم ده على كام؟ صفر سلاش واحد صفر سلاش واحد. يبقى نعدله ونخلي كده ايه؟ صفر سلاش واحد. طيب يا باشمهندس، ماشي، يبقى من واحد واحد اروح لصفر صفر، الكرنت انبوت بصفر، والكرنت اوتبوت بمين؟ بواحد. تمام، ده يا باشمهندسين ايه؟ ده الستيت دايجرام. في مشاكل؟ ده مهم جدا. تمام تمام، من منظرك كده تقدر تعرف مثلا ايه هو ده مثلا بيعمل ايه، او ده بيعمل يعني مثلا، عارفين لو انا بعمل باينري كاونتر، تمام، زي ما هنشوف لك قدام احنا بنصمم. تمام، لو باينري كاونتر كان ايه شكل الاسهم يا باشمهندسين؟ الباينري كاونتر اللي هو يعد يقول لك 0 1 2 3 4 5، كان ايه شكل الاسهم يا باشمهندسين؟ لو باينري كاونتر عداد يقول لك 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا، يعمل ايه؟
لو كارنت ستيت صفر، السهم يطلع منها يروح لمين؟ هيروح للواحد. وبعد كده سهم الواحد يروح لمين؟ للواحد يروح للاثنين، وسهم الاثنين يروح للثلاثة، وسهم الثلاثة يروح للصفر، خلاص الصفر وترجع من تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. وصلت؟ بس هل فيها سهم من الصفر يرجع للصفر؟ لا ما فيهاش. لا ما فيهاش. هل فيها سهم مش عارف من اثنين يرجع للثلاثة؟ لا. هل فيها سهم من الثلاثة يرجع للواحد؟ أو من الثلاثة يرجع، أيوه من الثلاثة يرجع للواحد؟ لا. دايما صفر واحد اثنين ثلاثة، صفر واحد اثنين ثلاثة، صفر واحد اثنين ثلاثة، صفر واحد اثنين ثلاثة، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 15 ونرجع نصفر لو من 4 بت، صح ولا لا؟ ده اللي 6 جرام منه تقدر تعرف إيه؟ تعرف شكل الفانكشناليتي بتاعت السيركت. طيب ماشي. بعد كده في حاجة اسمها الفليب فلوب انبوت ايه، انبوت ايكويشن. طيب دي ايه؟ قال لك نفس الكلام از مين از الستيت ايكويشن ان دي فليب فلوب. ليه؟ دي الانبوت ايكويشن دي من شوية فاكرين ساعة ما احنا قلنا هنجيب الستيت ايكويشن بتاعت الاوتبوتس بتاعت النكست ستيت، قلنا في الدي فلوب فلوب بتجيبها بتشوف الانبوتس اللي داخل على الدي، صح؟ يا باشمهندسين. طيب فبنشوف الدي ايه اللي داخل عليها. طب بالنسبه للدي فلوب فلوب، لو انا جبت معادله للدي، مش هي المعادله دي هي بتاعت النكست ستيت؟ ايوه هي طب هل هي لو انا قلت لك هات معادله للجي والكي، هل هي بتاعت النكست ستيت؟ لو انا جبت معادله للجي وجبت معادله للكي، هل هم النكست ستيت دول؟ ايوه هم مربوطين بالنكست متخيل. ستيت بس مش بشكل دايركت. فاكرين المعادله اللي كيو اوف تي زائد واحد تساوي مين؟ تساوي الجي، تساوي الجي كيو كومبلمنت زائد مين؟ اللي كيو كومبلمنت الكي كومبلمنت كيو، صح؟ كيو فنروح نضربهم في المعادله دي، نعوض بهم في المعادله دي، ففعلا. لكن هم في الدي فليب فلوب بشكل مباشر، تمام؟ فده معناها ده اللي تاخد بالك منه، تمام؟ فهي لو دي فليب فلوب، لو انا جبت معادله الدي هي معادله النكست ستيت دايركت، لكن في الجي والكي هل هي دايركت؟ لا. في التي فلوب فلوب هل هي دايركت؟ لا، هتختلف شويه. فانا بسمي الانبوت سيكويشن هي الانبوتس اللي هي معناها هات معادله للدي ومعادله للتي ومعادله للجي والكي والحاجات دي. فبيقول لك بنفس المثال السابق الدي اي بتساوي مين؟ بتساوي الاي اكس زائد البي اكس، هي الايكويشن اللي كنا كاتبينها، والدي بي هي الاي كومبلمنت اكس، والواي هي الاي اور البي مين اكس كومبلمنت. طيب تعالى مثال ثاني، بيقول لك حلل لي الدايره دي. الدايره دي اعطيني دي فلوب فلوب، واعطيني تو انبوتس اكس وواي، اكس اورد مع بعض، اكس اورد مع مين؟ على ايه اللي مع جايبها الايه الحاليه، لو مع الاوتبوتس الحالي، صح؟ طيب ايوه عشان تمام. نبدا نحلل هنجيب له ايه؟ هنجيب له الستيت تيبل والستيت دايجرام والحاجات دي. طيب الاول حد يجيب لي معادله، مش احنا عشان نجيبه طبعا، الستيت اللي هنحطوها نحط الكرنت ستيتس والانبوتس، صح؟ ونجيب مين؟ ونجيب الكرنت ستيتس والاوتبوتس. هل عندي اوتبوتس هنا للدايره دي؟ ايوه الايه لا، عندي نكس، ده نسميه نكس ستيت. الاوتبوتس لما يكون كومبينيشن كومبينيشن اوتبوتس، فهمني؟ مش طالع مفيش من ال... أوتبوت. يعني اه يعني هو الاوتبوتس ينفع ناخده من صح، هو الاوتبوتس الوحيد اللي عندي في الدايره هو بتاع مين؟ الإيه بتاع الفليب فلوب، تمام؟ بس ده بنسميه دايما نجيبه بدلاله مين؟ بنجيبه بدلاله النكس ستيت، تمام؟ لكن لو هنجيب اوتبوتس فعلا بالكرنت ستيت، ده الكومبينيشن اوتبوتس زي الواي اللي جبناه مثلا قبل كده، تمام؟ طيب فهنا عندي بريزنت كارنت ستيتس، وعندي انبوتس، وعندي نكست ستيتس، لكن عندي هل كارنت اوتبوتس؟ لا، ما لا عنديش ما فيش اوتبوتس. بالظبط ده اللي عايزك تاخد بالك منه. طيب وبالتالي هنحط الجدول عادي، يبقى انا عندي كام ستيتس للانبوتس يا باشمهندسين؟ او عندي كام انبوتس الاول؟ اثنين انبوت ثلاثة، ثلاثة عشان بريزنت ستيت. عشان الكارنت ستيت. الله ينور. اي فعلا انا عندي حرفيا تو انبوتس الاكس والواي، بس لما نيجي نحط الستيت تيبل لازم نكمل، وعندي والكارنت ستيت تعتبر انبوتس معايا، لان الاوتبوتس النكست ستيت بيعتمد على الكارنت ستيت برضه، فتعتبر ايه؟ انبوتس. يبقى ندخلها دايما معايا، وبالتالي عندي كام احتمال؟ احتمال من 3 بيتس، تمام؟ 0 0 0 1 وحد ايه لحد 3 1 اللي هي ايه؟ اللي هي السبعه، تمام؟ طيب يبقى 8 ايه؟ 8 احتمالات. عندي النكست ستيت اللي هي الايه، نجيبها ازاي النكست ستيت؟ لازم نجيب لها الايكويشن بتاعتها اللي هي مين؟ اللي هي الستيت ايكويشن. الستيت ايكويشن الاي اوف تي زائد واحد بتساوي مين يا باشمهندسين؟ بتساوي الدي، صح؟ ايوه
طيب والدي عندي بتساوي مين هنا من الدايرة؟ الاكس بار بتاع الواي والاكس والايه، الاكس اكس اور الواي مالهم الاكس بعمل له باكس بار مع الايه. مع الايه؟ الكل ده يساوي الدي، يبقى الدي ايه هو بيساوي مين؟ الدي ايه بيساوي الايه اكس اور الاكس اكس اور الواي، عشان ده يعتبر الامت ايكويشن. طب انا لو عايز الايه اوف تي زائد واحد بتساوي مين؟ هتسوي دي برضه، هتسوي دي برضه. الله ينور عليك، هو ده اللي عايزك تاخد بالك منه. بتساوي دي لان الدي فليب ابسط نوع من انواع الفليب فلوب، الدي فليب فلوب لان صريح دايما الدي هي النكست ستيت لو انا اديت كلوك، لان هي الداتا الانبوتس، وبالتالي نفس المعادله دي. حلو، يبقى عرفتوا الايه هنا في التيبل ازاي نجيبها؟ خد دول اكس اور مع بعض صح ولا لا؟ تمام. يبقى امتى تطلع واحد؟ لما عدد لوحات فردي، يبقى هنا عند الواحد وعند الاثنين، وهنا واحد واحد يديك صفر، هنا واحد يديك واحد، هنا واحد واحد يديك صفر، هنا واحد واحد برضه صفر، هنا ثلاث وحايد يديك كام؟ واحد بس. فالايه عباره عن دول اكس اورد مع بعض، امتى الايه تبقى بواحد؟ لما عدد الوحايد فردي بتاع الانبوتس، الثلاث انبوتس دول تمام، وصفر لما عدد الوحايد هي زوجي بس. ادي الستيت، ايه الستيت تيبل. طيب بعد كده الستيت دايجرام يا باشمهندسين نعمل ايه؟ عندي كام فلوب فلوب؟ واحد يبقى عندي عندي، واحد بس، يبقى عندي كام ستيتس؟ اثنين اتنين. حلو، لان واحد اتنين، لا اثنين اتنين اتنين اس واحد يبقى ايوه اتنين. اثنين. هتقول لي ليه اتنين؟ صفر وواحد، ما هي احتمال 1 بيتس تديني كام احتمال؟ احتماليا يا اما ستيتس تبقى بصفر يا اما الستيت تبقى بواحد، فاحتماليا مش احتمال. حلو، نعملها ازاي؟ نروح نعمل بالشكل كده، نعمل دايره ونحط فيها الستيت اللي هي بصفر، ونعمل دايره ثانيه نحط الستيت اللي فيها بكام؟ بواحد. طيب انا عندي الاحتمالات الكرنت ستيت بصفر والنكست ستيت بصفر، بس الامبتس كان بكام؟ صفر صفر بصفر، صفر والامبتس صفر وصفر. حلو، يبقى هنقول صفر وصفر، انا صفر ورحت للصفر برضو بس الامبتس كان صفر وصفر، وبرضو عندي كنت صفر ورحت لمين؟ للواحد، بس الامبتس كان كام؟ كان صفر وواحد. يبقى انا صفر ورحت للواحد والامبتس كان صفر وواحد. طيب حلو، كل، طب انت مكرر ليه دي؟ لان في احتمالات كتير متكرره من نفس ايه، من نفس الحاله، بس الامبتس اتغيرت. يعني مثلا برضو تعالى نمشي تاني، كنت صفر والنكست ستيت واحد بس اتغيرت مين؟ الامبتس واحد وصفر، فها يبقى كنت صفر وبرضو نفس السهم، يبقى على نفس السهم بدل ما نعمل سهم تاني يا باشمهندسين صح؟ فعمل كومو، يعني معناها هي الكومه دي يعني السهم ده مشترك متكرر كذا اكتر من مره بالظبط كده، مره لما كان الانبوت صفر وواحد، مره لما كان الانبوت ايه واحد وصفر، اللي هم الحالتين دول اللي تحت بعض. انا رايح من الصفر النكست ستيت بيكتب واحد بس الانبوت صفر واحد، رايح من الصفر النكست ستيت بيكتب واحد بس الانبوت كان واحد وصفر. طيب الانبوت صفر والنكست ستيت، سوري الكاونت ستيت صفر والنكست ستيت صفر، بس مين؟ بس الانبوت واحد وواحد. يبقى ها الانبوت صفر ورجعت للانبوت الثاني الصفر، بس النكست ستيت كام؟ واحد، بس الانبوت كانت واحد وواحد، وهكذا لحد ايه ما تكمل، ايه تكمل برضو ايه نفس الحوار، نكمل الستيت دي. فده ايه فيها ايها مشاكل؟ لا، ادي الستيت ايكويشن اللي هي اف تي زائد واحد تساوي اكس اور الاكس اكس اور الواي، والانبوتس ايكويشن اللي هي الدي اللي هي النكست ستيت في الدي فليب فلوب تساوي الاكس اور الاكس اكس اور ايه الواي. طيب تعالى اقول لك ايه، هنحلل لو الدايره فيها عندي ايه الجي كي فليب فلوب. الجي كي فليب فلوب دايما او تي فليب فلوب تبقى ايه كومبلكس شويه عن الدي، لانها ما تبقاش بشكل ايه بشكل صريح. بس تعالى نحلل. انا عندي هنا ايه التحليل مع ايه مع الجي كي فليب فلوب، الدايره بتاعتي ايه بالشكل ده تمام، لوجيك سيركت او ديجيتال سيركت ايه بالشكل ده، عندي تو فلو فلو بس ما عنديش ايه كومبينيشن اوتبوتس ايه بشكل دايركت. طيب عندي كام انبوتس؟ 1 انبوتس اسمه الاكس، وعندي الكلوك. الدايره دي متزامنه ولا غير متزامنه يا باشمهندسين؟ أو متزامنة. متزامنه، لان كل الفلوب فلوب وكل الميموري المنت بيحدثوا نفس ما في ايه بنفس الكلوك، ليهم نفس الكلوك، يعني اللي هتخش على دي تغير عند نفس اللحظه دي تتغير، ده صح ولا لا؟ يبقى ده بنسميه التزامن يا باشمهندسين. طيب ماشي حلو، تعال هنا. يلا نبدا ازاي هنا في مع الجي كي فليب فلوب يا باشمهندسين؟ عايزين نجيب الاي اوف تي زائد واحد. طيب يا باشمهندسين عشان نجيب الاي اوف تي زائد واحد، ايه علاقتها في الجي كي فليب فلوب؟ هل هي بشكل مباشر مع الجي والكي؟ لا هي لا المفروض انها تبقى الاوتبوت اللي جاي مع الجي، وبعد كده اور الاوتبوت مع الكي اللي هي الداتا. يعني الكيو كومبلمنت في الجي
تمام يا باشمهندسين، الله ينور. اللي هي المعادلة اللي هو ايه، قول تاني كده، المفروض كانت الاي تساوي مين؟ كيو كومبلمنت جي الكيو كومبلمنت جي. حلو، زائد كيو كي كومبلمنت. حلو خالص. يبقى انا عرفت علاقتها بالجي والكي، بس انا هل انا عرفت علاقة الجي والكي بالدايرة؟ هل انا عرفت الجي والكي من الدايرة قيامهم بكام او معادلتهم بيه؟ لا. هو يبقى الجي انا هيبقى ماشي ماشي ما... الله ينور، ماشي فاهم. يبقى انا اول حاجه نجيب الجي والكي من الدايره بعلاقات الكومبينيشن سيركت عادي، كانهم اوتبوتس عادي، الانبوتس بتاعتهم الاطراف اللي جايه من الدايره. بعد ما نجيبهم نعوض فيهم في المعادله بتاعت الاي اوف تي زائد واحد، ومنها نقدر نجيب الاي اوف تي زائد واحد ولا لا؟ صح كده؟ دي الخطوه اللي نمشي عليها. الله ينور. طيب هتقولي الجي كده من الدايره، الجي بتاعت الفليب فلوب ايه بتساوي مين؟ اللي هي من المزرعه بالجي ايه؟ بي ها؟ هتساوي البي البي، البي الحالية. حلو خالص. طيب يبقى الجهة الجي ايه هتساوي البي. طيب والكي ايه هتساوي مين؟ تساوي الاكس كومبلمنت هتبقى معمول لها اند مع البي. عند مع البي. الله ينور عليك، فعلا. يبقى الكي ايه هتساوي البي مع الاكس كومبلمنت. ماشي، دي الكي ايه. طيب الجي بي، اكس كومبلمنت ماشي، والكي بي. ايه الاكس كومبلت هيساوي الاكس معمول لها ايوه الاكس معمول لها اكس اور مع الايه مع الايه. الله ينور. لما نقول ايه او نقول بي، انتوا فاهمين ان دي هي الكرنت ستيت مش النكست ستيت، صح؟ اللي هي ايه اوف تي او بي اوف تي، ايه بس احنا تمام بنبسط عشان ما نقولش نكتبه ايه اوف تي او اوف تي مش عارف ايه ولا القوسين دول. طيب حلو خالص. تعال عد ايه الخطوه الجايه انا عايز نجيبها. عايز طيب ال جي وال تي علاقة بالايه ال a of t زائد واحد اللي هي next state، صح؟ فهنعوض بالجي والكي بالقيم اللي احنا جبناها طيب حلو خالص. فمفروض هنعوض. يبقى انا عندي ايه، عندي المعادلة دي اللي هي ال a of t زائد واحد، تمام. هتساوي مين؟ هتساوي j a complement زائد k complement a، وال b of t زائد واحد تساوي مين؟ تساوي j b complement زائد k complement b. ونعوض، نعوض بالجي اللي انا جبتها ونعوض بالكي، تمام. ونيجي هنا ايه، نعوض بالجي ونعوض بالكي، ونجيب معادلة واحدة للاي اوف تي زائد واحدة، هتبقى بدلالة مين كده؟ بدلالة ال A وال B وال X الله ينور. ومنها نقدر من التيبل هنا نقدر نجيب الاي اوف تي زائد واحد على طول زي ما جبناها بدري، صح؟ دي طريقة. والبي اوف تي زائد واحد كذلك لما نعوضها تبقى بدلالة، الله ينور عليك، الاي والبي والاكس، ونقدر نجيبها زي ما عملنا بدري في الدي فليب فلوب. طيب وانتهى. طب هو قال لك لا، طب انا ممكن نعمل حاجه، الحركه اللي هو عملها، عمل ايه؟ ايه اللي لاحظتوه هنا في الجدول؟ ايه اللي على اليمين ده؟ النكست ستيت سابه فاضية ولا ها؟ الفليب ساب النكست ستيت بس جاب مين؟ جاب جي ايه ولا الجي والكي بتوع الاي بدلاله مين؟ من المعادلات اللي عطيها لي، من المعادلات اللي انت جبتها. وبعد ما يجيبها منهم نقدر نجيب النكست ستيت، بس لازم نبص على كارنت ستيت. يعني ايه يا باشمهندسين؟ الاول هاتوا لي الجي كده من المعادله، جي ايه بتساوي مين؟ بتساوي البي، بتساوي صح؟ البي يبقى دول مين هم دول؟ البي اها، بصوا على البي نفس كده، العمود بتاع نفس البي في العمود الجي بتاع البي، خدوا بالظبط على مين؟ على الجي ايه. طب والكي ايه امتى بواحد؟ لما البي بواحد والاكس لما بصفر بالظبط. اهم والاكس لا، زيرو لما البي بواحد والاكس بصفر، فين البي بواحد؟ بي بواحد اهو، اكس بصفر، يبقى هنا، يبقى ثالث صفر، ثالث صفر اها، تلاقي الكي بواحد. هي تاني البي بواحد، البي بواحد والكي بصفر اها، البي واحد والاكس بصفر اها، اللي هي مين؟ اللي هي الستة، تمام. يبقى اهو تلاقي الكي اي بواحد، تمام، وهكذا. والجي بي برضو نفس الكلام، جابها من المعادلة دي، الجي بي بتساوي مين؟ الكومبلمنت بتاع مين؟ بتاع الاكس. ماكس يبقى خد العمود بتاع الاكس واعمل له كومبلمنت وهكذا. والكي بي جابها الاي اكس اور الاكس، يبقى نمسك الاي والاكس ونعملهم اكس اور مع بعض، يديني مين؟ يديني الكي بي. بعد ما انا جبتهم، حد يقول لي ازاي نقدر نجيب النكست ستيت بتاعت الاي، الاي نكست ستيت من الجي والكي؟ نعوض في المحل السلايد الثانية اللي هي تبقى جي ممكن نعوض بس من غير كومبلمنت التعويض، من غير زائد التعويض من كاركترستيك تيبل، فاكرين ولا نسيتوه؟ من كاركترستيك تيبل، لو الجي بصفر والكي بصفر
النكس الستة وباب كام؟ صفر صفر. يعني ليه بصفر يا باشمهندس؟ نفس قول قول لي نفس القيمة السابقة اللي هي بصفر، يعني ما تقولش صفر ان وخلاص شاء الله عشان ان ما شاء حد، الله. عشان بس اللي انت بتدفعه تبقى واخد بالك ليه، اللي هي نو تشينج، صفر صفر نو تشينج، يعني نكست ستيت هتفضل نفس القيمه القديمه اللي هي بتاعت البريزنت ستيت، يبقى الصفر هتبقى هي الاي بصفر. طيب حلو، يبقى القيمه هنا بصفر. حلو، بعد كده صفر صفر برضو تاني هتبقى ان الايه شاء الله بصفر برضو، يبقى الصفر مظبوط. السابقه وهكذا. طب واحد وواحد عند فاين ايه؟ لا ما فيش عندنا اندفاين، افتكر. هتبقى كومبليت، هتبقى كومبليت. يبقى النكست ستيت تساوي الاي كومبلمنت، يبقى الاي بصفر، يبقى النكست ستيت تبقى بكام؟ بواحد. واحد طب حلو، طب الجي بواحد والكي بصفر، دي تعمل ايه؟ يبقى ست. ست. الله ينور عليك، بغض النظر عن الاي الحاليه، الاي الجديده هتبقى بواحد. حلو خالص. طيب لو الكي بصفر، لو الجي بصفر والكي بصفر نو تشينج، يبقى الواحد الاوتبوت هيطلع بواحد وهكذا. لو انا قلبت كده سلايد جديد هتلاقي هي نفس القيم اللي انتوا قلتوها. بص فيهم كده وركز، هتلاقي وبقى انا نقدر نجيب النكست ستيت عن طريق الجي والكي والكرنت انبوتس والكرنت ستيت، سوري. تمام، اها، عندي فاكرين الكاركترستيك ايكويشن بتاعت الجي كي فلوب فلوب، عندي الكرنت ستيت وعندي الجي والكي، مش نقدر نجيب النكست ستيت منهم؟ صفر وصفر نوت تشينج، واحد وصفر ست، صفر وواحد ريسيت، واحد وواحد مين؟ هات الكومبلمنت بتاعت القديمه. يبقى امتى نبص على الكرنت ستيت؟ لما يكون الجي والكي صفر وصفر او مين؟ او واحد وواحد. لكن الجي والكي لو واحد وصفر او صفر واحد، يا ست يا ريست على طول للنكست ستيت، بغض النظر عن مين، على الكرنت انبوتس. تمام يا باشمهندسين، افهمتوا اللي هو عمله؟ تمام مش مهم. تمام يا باشمهندسين، يبقى احنا عرفنا ايه ازاي نجيبوها. يبقى انا نجيب هنا ايه الانبوتس بتاعت الفلوب فلوب، نجيبهم بدالة الكرنت ستيت والانبوتس، بدالة السيركت اللي قدامي، وعن طريق الجي والكي وعن طريق الكرنت ستيت نقدر نجيب مين النكست ستيت. دي طريقه. طب الطريقه الثانيه يا باشمهندسين برضه اللي انتوا قلتوا عليها، نعمل ايه؟ نعوض في المعادلتين دول، نعوض مكان الجي بمين يا باشمهندسين؟ بالبي، ونعوض مكان الكي بمين؟ بالبي اكس كومبلمنت هنا، صح؟ بس كومبلمنت ايه اللي يحصل؟ كومبلمنت للكومبلمنت، ايوه. بدون مين؟ دي كومبلمنتكس نو يلا، بواحد بي لا، بي ولا كومبلمنت زائد اكس، نسيته، نسيت الدي مورجان. تمام ماشي دي كومبلمنتكس تمام، زائد اكس. الاند يتعامل، ايوه نعم، هم يتعاكسوا بس الاند برضه يبقى اور. تمام، ويتضرب في مين تمام ويتضرب في ايه، وتفك المعادله دي. بعد ما تفك المعادله طبعا متهيألي كانت اسهل، كانت تيجي معانا على طول، ماشي، بس ما علينا. بعد ما تفك المعادله دي تجيب الاي في تي زائد واحد بدلاله مين؟ بدلاله الاي والبي والاكس على طول، الاثنين معاك يا باشمهندس، ماشي. طيب تعالى ايه، انا نجيب الستيت دايجرام بعد كده. الستيت دايجرام هنعمل ايه؟ عندي كام ستيتس يا باشمهندس؟ أربعة ستة اربع ألف ستيتس، لان عندي تو فليب فلوب. طيب صفر وصفر، صفر وواحد، واحد صفر، واحد واحد، تمام، صفر وواحد واثنين وثلاثه. طيب ماشي، تعالى من الستيت تيبل نقدر نجيب مين الستيت دايجرام. انا عندي الانبوتس الكرنت ستيت صفر وصفر، النكست ستيت كام؟ صفر صفر واحد وواحد. طيب والانبوتس كان بكام؟ صفر. بصفر. يبقى من صفر وصفر نروح رايح بالسهم كده لتحت على صفر وواحد، ونحط على السهم مين؟ قيمة الانبوتس الحالية اللي هي بصفر. طيب حلو، بعد كده من صفر وصفر نروح لصفر وصفر، يعني نلف ونرجع تاني، بس الانبوتس بكام؟ بواحد. واحد يبقى صفر وصفر هنطلع بالسهم ونرجع تاني، نعمل سهم كده حوالين نفسه ونحط عليه واحد وهكذا. بعد كده من صفر لواحد هتروح الواحد وواحد، من صفر لواحد هتروح الواحد وواحد، بس الانبوتس بكام؟ بصفر اهو. تمام، الانبوتس بصفر، يبقى نحط على السهم ده صفر وهكذا وهكذا، نكمل الستيب. في اي مشاكل؟ تعالى مثلا هنا واحد وواحد اهو، النكست ستيت كام؟ صفر وصفر، ماشي، بس الانبوتس بكام؟ بصفر. يبقى واحد وواحد اهو، نروح لمين؟ نروح لصفر وصفر ونحط على السهم مين؟ صفر. ناخده انبوتس ثانيه كارنت ستيت عشوائيه، واحد وصفر، النكست ستيت مين؟ واحد وصفر برضه، بس نحط على السهم واحد، يبقى واحد وصفر، يروح على واحد وصفر ونحط على السهم واحد اهو، واحد وصفر تاني، ويروح للنكست ستيت واحد وواحد ويحط على السهم صفر، واحد وصفر يروح للواحد وواحد ويحط على السهم صفر وهكذا. في أي مشاكل للست دايجرام؟ في أي مشاكل يا لا باشمهندسين؟ تمام يا باشمهندس، طيب تمام يا باشمهندس. لو عايز تقرا للست دايجرام هتقول ايه؟ هتقول لو انا صفر وصفر
والانبوت دخل لي بصفر، ورحت اديت كلوك النكسس 6 بكام؟ صفر واحد. بس طب لو انا 0 1 والانبوت دخل لي بصفر ورحت اديت كلوك، ايه اللي هيحصل؟ واحد واحد. النكسس 6 تبقى 1 1. طب لو انا 0 1 برضه واقف على 0 1 بس الانبوتس المره دي كان بواحد وادى كلوك، النكسس 6 تبقى بكام؟ واحد واحد وصفر. صفر. هذا مفهوم الستيت دياجرام، لان احنا وبنعمل ديزاين بنعكس، احنا اللي بنحط الستيت دي تروح من فين رايحه لفين، مين مودين مين، فاهم؟ لان احنا اللي عاوزينها بدماغنا، احنا اللي عاوزين، احنا عاوزين الفانكشن دي بدماغنا، هو ده دي الاوبجكتيف بتاعنا، فاحنا نقوله مين يروح لمين ونعمله العكس بس. فده ده مفهوم الستيت دياجرام. طيب تعالى ايه، تعال ناخده دايره تاني، دايره تاني تحليل بالتي فليب فلوب، عشان كده بقى غطينا كل الايه الفليب فلوب. طيب هنا التي فليب فلوب اعطيني الدايره دي، تمام؟ الدايره دي عندي مين؟ عندي التو فليب فلوب، طبعا قلنا الاوتبوتس ممكن تاخده عادي من الفليب فلوب، ممكن تاخده من الكومبينيشن، ممكن تاخده من الفليب فلوب بيغذي ايه، بيغذي كومبينيشن. طيب ماشي، لكن كلها على بعض سيكوينشال طالما فيها ميموري. حلو خالص. تعال هنا الانبوتس اللي هو مين؟ عندي كام انبوتس يا باشمهندسين؟ عندي كام انبوتس؟ واحد اللي هو الاكس، وعندي كام اوتبوتس؟ واحد بقى حلو خالص. وعندي كام فليب فلوب؟ اثنين، اثنين. نوعهم تي فليب فلوب. طيب تعال نبدا اول حاجه عشان نجيب يا باشمهندسين الاي اوف تي زائد واحد للست ايكويشن، محتاج نجيب مين؟ ايه بتاعتك؟ ها؟ القيمة الحالية بتاعتك الاي اوف تي اللي هي التي النكس ستيت بتاعت الاي، الفليب فلوب الاي، عايز نجيب النكس ستيت، المفروض نجيب مين؟ التي. ايوه الله ينور، التي. طب والتي روح نجيبها من هنا من المعادلات، يبقى نجيب ايه؟ دايما بنسميها الانبوتس ايكويشن بتاعت الفليب فلوب، يعني نجيب التي اي والتي بي زي الجي اي والجي بي زي الدي اي والدي بي، فاهمين يا باشمهندسين؟ دي اول خطوه نجيبها، منها نجيب الاي اوف تي زائد واحد، البي اوف تي زائد واحد. يبقى دايما اول حاجه نجيب مين؟ الانبوت ايكويشن، التي او الجي كي او الدي، نجيب معادلتها ومنها نعرف المعادله الكاركترستيك ايكويشن حفظناها، تمام؟ نجيب منها الايه. طب واحد يقول لك الكاركترستيك ايكويشن بتاعت التي فليب فلوب اللي بتربطها، اللي بتربط التي مع الايه تساوي ايه؟ اللي بتربطها مع الايه اوف تي زائد واحد، لو بزيرو هتبقى الايه، هتبقى الايه نفسها، لو بواحد هتبقى الايه كومبليت. حلو. ده اسمه الستيت تيبل يا عبد الرحمن، انا بقول الستيت ايكويشن، سوري الستيت ايكويشن هتبقى الاكس اور. بالظبط. ايوه اكس اور الاي اوف تي زائد واحد تساوي التي اكس اور مع الايه السابقه او الايه الحاليه، تمام؟ ماشي، الاي اوف تي زائد واحد تساوي الاي اوف تي اكس اور مع التي، صح؟ مش خدناها الايكويشن دي، هي دي. طيب يبقى انا اول حاجه نجيب التي، التي من المعادله هنا تساوي ايه؟ التي ايه من السيركت بي ان مع الاكس تساوي بي اندد مع الاكس، حلو. يبقى التي ايه تساوي بي اند مع الاكس، حلو. والتي بي تساوي ايه؟ بي اكس، اكس حلو خالص، 100 100. والواي بتساوي ايه؟ ايه هو بي ايه اي مع وبي، اند مع بي حلو حلو خالص. يبقى اند مع بي، قصدي بيها اي اوف تي زائد واحد ولا الاي اوف تي هنا؟ الاي اي اوف تي دايما كارنت ستيت، كارنت ستيت لما نتكلم على انبوتس اوتبوت كارنت ستيت، فليب فلوب نقول كارنت ستيت ونكست ستيت، تمام؟ طيب تعال هنا عاد، يبقى الواي هتساوي ايه؟ هتساوي الاي اند مع البي، حلو خالص. تعال نحط عاد مين؟ الستيت ايكويشن بتاعت الفليب فلوب، تمام؟ او الكاركترستيك ايكويشن بتاعتها، تمام؟ او اللي هي مين، بس خلينا هنا ستيت ايكويشن لان هي دلوقتي اوف تي زائد واحد مرتبطه بالسيركت. طيب يبقى الاي اوف تي زائد واحد بتساوي مين للفليب فلوب الايه؟ بتساوي التي بتاعتها اكس اور معاها، صح؟ طيب هي يعني ايه اكس اور معاها؟ يعني تساوي ايه اكس اور مع التي، فك هتبقى ايه يا باشمهندسين؟ تبقى ايه تي كومبلمنت ايوه زائد ايه كومبلمنت تي. حلو، تبقى ايه تي كومبلمنت زائد ايه كومبلمنت تي. طيب والتي نعوض مكانها بمين؟ بالبي اكس، بي هو اكس عوضها، قال لك بي اكس كومبلمنت، الكل كومبلمنت في الايه زائد البي اكس في الايه كومبلمنت،
تمام، اللي هي اكس، اللي هي بي اكس اكس اور مع الاي، او بمعنى صح اللي هي تي اكس اور مع الاي، بس اديها اللي هي الكاركترستيك وشها بتاعتنا. طيب فكها تاني طلعت مين؟ طلعت اي بي كومبلمنت زائد اي اكس كومبلمنت زائد اي كومبلمنت بي اكس، دي عشان نجيب منها ليه الستيت تيبل اي بسهوله. طيب من الحدود دي يعني على طول. طيب البي اوف تي زائد واحد بتساوي ايه؟ سهله، البي اوف تي زائد واحد عندنا بتساوي مين؟ بتساوي تي اكس اور مع الاي. طيب بي اكس اور مع الاي، طب الاي سوري بي اكس اور مع التي، طب التي بمين؟ باكس، اكس فشال التي وحط مكانها مين؟ الاكس، لان الكاركترستيك ايكويشن سهله، البي اوف تي زائد واحد تساوي البي اوف تي الحاليه اكس اور مع التي، فالتي شوفها من السيركت عباره عن ايه؟ عباره عن اكس، تعوض مكانها. يبقى انا جبت النكست ستيت بدلاله مين؟ بدلاله الانبوت والكرنت ستيت، ولا هم دول منهم نقدر نجيب دايركت مين دلوقتي؟ الستيت تيبل. نعوض على طول، تعال الستيت تيبل نحط الستيتس بتاعت المختلفه، الانبوتس، الانبوتس مع الكام ستيتس؟ مع التو ام، مع التو فليب فلوب كارنت ستيتس. طيب يدوني كام احتمال؟ هنا 4 احتمالات، مع الانبوتس يدوني كام احتمال؟ 8 احتمالات. 8 احتمالات، تمام، في الستيت تيبل. لسه هنشوف الستيت دياجرام، ماشي، ده الستيت دياجرام بتاع مين؟ بتاع الفليب فلوب بس، تمام، في الستيتس، لكن انا بتكلم على الانبوتس اللي داخل كانه للسيركت، عباره عن الانبوتس الاكس مع الكرنت ستيتس، يبقى يدوني على بعض كام احتمال؟ اللي هم 8 8. حلو خالص، لانهم ايه، يعتبر 3 انبوتس. طيب ماشي، زي كل مره ونرص الاحتمالات بتاعتي. حد يقول لي هنا مثلا ايه الاوتبوتس؟ عباره عن ايه؟ سهل، الايه الكرنت ستيت اند مع الكرنت ستيت، الايه اند البي على طول، يبقى الاي اند البي، يبقى امتى الاوتبوتس بواحد؟ هنا، لو الـ A والـ B واحد، الله يبقى ينور عندي عليك، لو الاي بواحد والبي بواحد، يبقى اخر تو ستيتس اللي هم السته والسبعه، اللاج ايه اللاج الواي بواحد. حلو خالص، من المعادله بتاعتنا. طيب الاي اوف تي زائد واحد جبنا لها معادله عباره عن المعادله دي، يبقى امتى الاي اوف تي زائد واحد او الاي نكست ستيت بواحد؟ لما الاي بواحد والبي بكام؟ صفر، او الـ A بواحد والـ X بصفر، او الاي بواحد والاكس بصفر، او أو الـ A بصفر والـ B بواحد والـ X بواحد. واحد والـ X واحد. حلو خالص، يبقى نلاحظ هنا الاي بواحد والبي بصفر، فين اي الاي بواحد والبي بصفر، الاي بواحد والبي بصفر، اه هم دول الاي بواحد والبي بصفر. نلاحظ نبص على الاي هنلاقي الاي بواحد وواحد اهو عند دول، او نلاحظ الاي بواحد والبي والاكس بصفر، الاي بواحد والاكس بصفر، اهي الاي بواحد والاكس بصفر، نلاقي ايه؟ نلاقي النكست ستيت بواحد، او ان الاي بصفر والبي بواحد والاكس بواحد، الاي بصفر والبي بواحد والاكس بواحد، اهي نلاحظ ان الاي نكست ستيت بواحد. كذلك الامر هنا البي اوف تي زائد واحد عباره عن مين؟ عباره عن اكس اكس اور مع مين؟ مع البي، دي سهله، يبقى البي عباره عن الاكس اكس اور مع البي، شوف دول امتى العدد الوحيد فيهم فردي، يبقى هنا بواحد وهنا تديني بواحد، وهنا تديني بواحد، وهنا تديني بواحد، صح؟ اه هنلاقي واحد 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 واحد، تمام، يبقى عباره عن الاكس اكس اور مع مين؟ مع الكاونت ستيت اللي هي المين؟ البي اوف تي، يديني مين؟ يديني البي نكس ستيت. فيهم مشاكل يا باشمهندسي؟ لا تمام، خلاص تمام. طيب الكاونت بالنسبه لمين؟ بالنسبه للستيت دايجرام، يلا الستيت دايجرام عندي كام ستيت؟ عند 4. اربعه، لان ما عنديش غير تو فليب فلوب، يعملوا لي 2 اس ان، يعني 2 اس 2 يديني اربعه، اربع احتمالات، 0 و0، 0 و1، 0 و1، سوري 0 و0، 0 و1، 1 و0، 1 و1، يعني 0 و1 2 3. حلو خالص، يبقى 0 و1 2 3. تعالى انا الانبوت 0 و0، الكرنت ستيت 0 و0، بس سوري الكرنت ستيت 0 و0، والنكست ستيت مين؟ 0 و0، بس الانبوت بكام؟ بصفر، والاوتبوتس بصفر، اهو اهو الانبوتس الكرنت ستيت 0 0، ويلف وراجع لنفسه لما الانبوت بصفر والاوتبوتس بكام؟ بصفر. طيب يا باشمهندسين، ساعات انا الاوتبوتس نحط على السهم كده ماشي من فوق، ونقول باك سلاش الانبوت، باك سلاش مين؟ الاوتبوتس، تمام، او ايه تاني؟ الاوتبوتس نحطه مع الكرنت ستيتس عادي، يعني نحط الكرنت ستيت باك سلاش مين؟ باك سلاش مين؟ الواي الواي اللي هو الاوتبوتس، تمام؟ يبقى دايما اللي هو مثلا لاقيه على السهم دايما ايه؟
الانبوتس، لكن ممكن الاوتبوتس نحطه مع الكرنت ستيتس، الكرنت اوتبوتس نحطه مع الكرنت انبوتس او نحطه مع الكرنت ستيت عادي، ما فيهاش مشاكل يعني. فما تستغربش الرسمه دي ما فيهاش ايها مشاكل. طيب تعال هنا، صفر وصفر نكست ستيت مين؟ صفر واحد طيب والكرنت انبوتس واوتبوتس؟ الانبوتس بواحد والاوتبوتس بصفر. حلو، يبقى صفر وصفر الكرنت اوتبوتس بصفر والكرنت انبوتس بكام قلته؟ بواحد اهو. والنكست ستيت مين؟ صفر وواحد اهو. يبقى انا عندي صفر وصفر راحت لصفر وواحد، الكرنت انبوتس بواحد والكرنت اوتبوتس بكام؟ بصفر اهو. حطه مع النكست مع الكرنت ستيت، دايما كرنت اوتبوتس او كرنت انبوتس مين اقرب لهم؟ الكرنت ستيتس ولا النكست ستيت؟ نكسس ستون لا الكرنت ستيت صح، هما بيتحققوا مع الكرنت ستيت ولا مع النكست ستيت؟ كورنت ستون صح، لان بقول كرنت اوتبوتس وكرنت انبوتس، فاكرين ليه انا تمام. ما جبتش؟ عشان كده، فعشان كده لما تلاحظ يقول لك الاوتبوتس، انا قلتها ليك اهو عشان مسجله في الفيديو عشان انت لما تتفرج عليها تبقى عارف، لما احط لك الاوتبوتس مع الكرنت ستيت ما تستغربش، لان هو اصلا الاوتبوتس ده اتحقق عند الستيتس دي فعلا، مش احنا جبنا الاوتبوتس بدلاله الكرنت ستيتس ولا ما جبناش بدلالتهم لما قلنا دول اندد مع بعض صح؟ فدايما الكرنت انبوتس وكرنت اوتبوتس اقرب لمين؟ للكرنت ستيتس، يعني حتى لو حطيتهم هما الاثنين داخل الدايره دي مفيش مشاكل، بس احنا ليه نحطهم، نحط الانبوتس من بره عشان على الاقل نعرف ان فعلا لما كان الانبوتس والاوتبوتس بكذا هما اللي ودوني للنكست ستيت اللي هي الصفر واحد، لكن هما اتحققوا مع مين؟ مع الكرنت ستيتس مش مع النكست ستيت، لان دول بقول كرنت انبوتس وكرنت اوتبوتس. طيب تعالى حاله تاني هنا، واحد فين؟ واحد وواحد الاخيره دي، النكست ستيت مين؟ صفر صفر حلو، واحد وواحد اهي، النكست ستيت صفر وصفر اهو. طيب والكرنت اوتبوتس كام؟ واحد اهو، فالكرنت اوتبوتس بواحد اهو. طب والكرنت انبوتس؟ واحد فاهو، فبيقول لك لما كان الكرنت انبوتس، لما كان الكرنت اوتبوتس بواحد والكرنت انبوتس بواحد واديت كلوك، النكست ستيت هتبقى مين؟ صفر وصفر صفر صفر بس، ادي ايه، ادي معناها، وهكذا. فيها اي مشاكل دي؟ لا تمام. تمام. بعد كده في حاجه اسمها الستيت، هي الستيت ريدكشن. يعني ايه الستيت ريدكشن يا باشمهندسين؟ يعني انا بتبقى عندي ستيتس كتيره، فاكرين الكارنوف ماب كنا عايزين نقلل عدد اللوجيك سيركتس، تمام، نوفر نوفر في الباور، نوفر في الاريا، نوفر نوفر في حاجات كتير، نعمل اوبتمايزيشن صح، فكذلك الامر تمام، لان احنا ممكن تبقى المعادله كبيره. طب انا هل هنا ينفع نقلل؟ قال لك اه ينفع، في حاجه اسمها الستيت ريدكشن. طيب هو عدد الفليب فلوب المستخدمه بيزيد مع عدد مين؟ كل ما عدد الستيت زاد ايه اللي يحصل لعدد الفليب فلوبس المستخدمه؟ بيزيد هيزيد صح، بس فهي دي الفكره. يعني مثلا كمثال، لو انا عايز اعمل باينري كاونتر تمام من 4 بيتس، سوري مش من 4 بيتس، يعني بيعد من 0 لحد 16، يبقى في كام حاله؟ من 0 لحد 15 يبقى في كام حاله؟ 16 حالة 16 حاله تمام، اللي هم 16 ستيتس. طيب يبقى محتاج كام بيتس؟ تجربة 4، يعني كام فليب فلوب؟ أربعة. أربعة. يبقى كل ما عدد الحالات يزيد، طب أنا لو محتاج يعد لحد 33 لحد 31 يبقى محتاج كام فليب فلوب؟ خمسة. خمسة. يبقى على حسب الديزاين بتاعي كل ما عدد الستيتس يزيد كل ما عدد الفليب فلوب إيه؟ يزيد. يبقى أنا لو أنا قدرت نقلل عدد الستيتس يبقى أنا كده هنزود إيه؟ نقلل، سوري يبقى كده نقلل مين؟ نقلل الفليب فلوبس المستخدم تمام، وبالتالي انا قللت الاريا وقللت البر وهكذا تمام يا باشمهندسين. لو ده ايه موضوع الستيت ريدكشن اصلا ماشي. طيب قال لك ان انا نعمل ايه، ستيت ريدكشن وستيت اساينمنت. طيب قال لك في الستيت ريدكشن انا عندي ايه، لو عندي ام فليب فلوب، الحوار اللي قلنا له هو ان انا عندي ام ستيتس يبقى عندي اثنين اس ان ايه، عندي ان فليب فلوب يبقى عندي اثنين اس ان ايه ستيتس وهكذا. طيب قال لك انا عشان نعمل ستيت ريدكشن قال لك الاول هنرمز لهم برموز. يعني ايه يا باشمهندسين؟ انا المفروض 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 وحايد 4 وحايد وهكذا صح؟ قال لك بغض النظر عن القيم بتاعتهم ارمز لهم برموز.
فاهمين يا باشمهندسين؟ يعني الايه دي نعتبروها مين؟ كانها الست اللي هي مين؟ ثلاث اصفار معايا. البي مثلا اللي هي مين؟ 001. طب مثلا السي 010. طب مثلا الدي، واحد زيرو زيرو. وهكذا. فاهمني؟ فانا نكتبهم برموز، انا ما تفرقش معايا. طب ليه برموز؟ عشان ما نتلخبطش، تمام؟ ممكن نحط لها كود غير الباينري، مش لازم باينري. فاحنا بجنرال نكتبهم بشكل ايه؟ بشكل رموز اي بي سي، تمام؟ ده الخطوات عشان نعمل ستيت ريدكشن، تمام؟ في مشاكل؟ تمام. طيب فهنا عطيني، قال لك ايه اللي هيحصل؟ يعني مثال، يعني عندي كام ستيتس هنا يا باشمهندسين في الشكل ده؟ 7 ستيب. 7 ستيت. الله ينور، ماشي. قال لك عامل لي عاد علاقه البريزنت ستيت او اللي هي الكارنت ستيت والنكست ستيت والاوتبوت، تمام؟ يبقى ومين ومين الاكس هنا يا باشمهندسين؟ الاكس ده مين؟ ده الانبوتس يا باشمهندسين، ماشي؟ الاكس قصدي بيه هنا يا باشمهندسين الانبوتس. طب وفين الاوتبوتس؟ هنا بدل ما اقول لك واي سمى لك اوتبوتس، تمام؟ فيها مشاكل؟ الناس معايا؟ تمام. طيب، طب هو الانبوتس ليه جاب لك بالشكل ده وحطهم جنب بعض، مره الاكس بصفر مره الاكس بواحد؟ عشان بدل ما يحطهم هنا جنب الاي والبي وكان هيرسم جدول كبير، يعني هنا يا باشمهندسين عندي 7 احتمالات. لو انا حطيت الاكس جنبيها، رصيتها جنبيها، كان هيبقى عندي كام صف لتحت؟ لو الاكس مره بصفر مره بواحد، كان هيبقى عندي كام صف لتحت؟ كان هيبقى عندي 16 14. دول كام 14 كام ستيت دول؟ دول 7. مره نحط جنبيهم 7 اصفار، صح؟ مش الاكس هنوزعها عليهم كلهم؟ مره الاكس 7 اصفار، سوري، مره الاكس بصفر ومره الاكس بواحد، يبقى كان يبقى عندي 14 صف لتحت، صح ولا لا؟ انا على الستيت دي، انا ما بتكلمش على احتمال من تو انبوتس، انا بتكلم على الستيتس دي اللي قدامي، صح؟ بس فهو اختصرهم وراح حطهم لك كده ايه في عمودين، يعني تمام. قال لك لما الاكس بصفر النكست ستيت هتبقى بكذا، ولما الاكس بواحد النكست ستيت هتبقى كذا. لكن المفروض النكست ستيت دول كان المفروض هيبقوا جنب بعض ولا تحت بعض يا باشمهندسين؟ تحت وقت. تحت بعض بس. فهو ايه، هو بس ايه يعني، اختصر عشان يضغط الجدول مش اكتر. كذلك رقم الاوتبوتس كان المفروض دول هيبقوا 14 اوتبوتس، لما الاكس بصفر ولما الاكس بواحد، فهو بدل ما يحطهم تحت بعض حطهم ايه، حطهم جنب بعض. ما علينا، تعال نشوف عادل الستيت ريدكشن بيقول لك ايه. بيقول لك اول حاجه تشوف الستيت بتاعتك، تمام؟ التو ايدنتيكال ستيت او تو ايه اللي هم ايه، عشان نقلل الحاله بتاعتنا. قال لك انسبكت ذا ستيت تيبل فور ايكوفالنت ستيت. ايه الايكوفالنت ستيت؟ الحاجات اللي هي بتكون ليها نفس النكست ستيت ونفس الانبوتس والاوتبوتس، تمام يا باشمهندسين؟ يبقى الستيت اللي بروديوس اكزاكتلي ذا سيم اوتبوتس اند النكست ستيت ار ايدنتيكال، تمام؟ زي ايه؟ تعال نشوف اهو الجدول بتاعنا ده، هنرجع به تاني. خلاص احنا الستيت دياجرام حطيناه في الستيت تيبل، ما فيهاش مشاكل، نقدر نبص لها من الستيت دياجرام ونبص لها من الستيت تيبل. بس تعال نبص لها من الايه، من الستيت تيبل عادي، ما فيهاش مشاكل. قال لك زي مين؟ قال لك الستيت الاي والجي يا باشمهندسين، ايه اللي تلاحظوه فيهم يا باشمهندسين؟ الاي والجي ليهم نفس الانبوت ونفس الاوتبوت. يبقى عند نفس الانبوتس ادوني نفس النكست ستيت، اهو عند الاكس بصفر دي ادت ايه ودي ايه، وعند الاكس بواحد دي ادت اف ودي اف. لا ده مش كده وبس، وادوني نفس الاوتبوتس اللي هو عند الاكس بصفر وعند الاكس بواحد، صح ولا لا؟ يبقى لما الاكس بصفر الاكس بواحد، دي ادتني صفر والواي، وهنا ادتني الواي بواحد، ودي ادتني الواي بصفر، ادتني الواي بواحد. يبقى دول ايدنتيكال ايكوفالنت ولا مش ايكوفالنت؟ ايكوفالنت. ادلك معنى كلمه ايه؟ يعني ندور على الحالات اللي هي ايه، متكافئه، تمام؟ او متماثله، شبه متماثله يعني. طيب قال لك بعد ما تلاقيهم تعمل ايه؟ خلاص دول ايدنتيكال. طب انا ليه نعمل انا جي طالما انا الجي هي هتوديني للاي والاف، لما الانبوت عند نفس الانبوتس عند الاكس بصفر والاكس بواحد، وعند الاكس وتديني نفس الاوتبوتس عند الاكس بصفر والاكس بواحد، تديني نفس النكست ستيت. طب انا نستبدل الجي بمين يا باشمهندسين؟ الله ينور عليك، ادلك معنى الستيت ريدكشن فعلا. يبقى انا نحذف الصف ده اللي من تحت، دي الخطوات، نروح نعمل خطوه كده، نحذف مين يا باشمهندسين؟ ركز معايا، شايفين الصف اللي من تحت ده؟ يتحذف. خلاص ليه عزا؟ ماليش عزا، ما يكفي مكان الاي، صح ولا لا؟ مش الاي تكفي مكانه؟ تكفي ولا ما تكفيش الاي مكانه دلوقتي؟
عاد نفس نفس الانبوت اللي اداني، بتاع تكنيك. اداني نفس النكست ستيت واداني نفس الكرنت اوتبوت، يبقى تكفي مكانه. نعمل ايه تاني بعد ما نحذف يا باشمهندسين؟ نستبدل مكان ندور على ال حاجه تاني نحذفها. ما هندور على حاجه تاني، بس قبل ما ندور على حاجه تاني، انا حذفت الصف اللي من تحت، بس في جي متكرره هنا في البتاع دي، نعملها ايه؟ نبدلهم كلهم بإيه؟ الله ينور عليك، نبدلهم مكانهم بايه. يبقى اول خطوه نشوف الحالات المتكرره اللي هي مين، اللي هو الستيت اللي ليها اللي عند نفس الانبوتس تديني نفس النكست ستيت ونفس الاوتبوتس. حلو، اها، زي الايه، يبقى والجي، يبقى نستبدل الجي خالص، واي جي عاد شلتها في قاعده في الجدول نحط مكانها الايه، زي الخطوه دي اها. يبقى انا استبدلتها، ركز معايا، الجي دي اللي هي قدام الاف دي نشيلها ونحط مكانها ايه، يبقى اها، يبقى اللي قدام الاف الجي حذفت اول حاجه الصف اللي من تحت وشلت كل جي وحطيت مكانها ايه. حلو، طيب ايه تاني يا باشمهندس؟ حالات تاني قال لك اه، وعندي الدي هنا، شفت بعد ما استبدلت الجي لقيت حالات تانية ايدنتيكال، زي مين؟ زي الدي والاف. خد بالك، قبل ما تستبدل الجي هنا بالاي ما كانتش ايدنتيكال، صح؟ بعد ما استبدلتها ايه اللي هيحصل؟ لحظة الدي والاف مالهم؟ نفس الاوتبوت والانبوت. نفس النكست ستيت ونفس الاوتبوت عند نفس الانبوت، صح؟ تمام، ركز، اسمها نفس النكست ستيت دي اللي يهم، ان انا ان دي سيكونشال سيركت، صح؟ تمام، تمام. فنفس النكست ستيت اللي هي مين؟ هما اتنين يدوني اي عند الاكس بصفر، ويدوني اف عند الاكس بواحد، ونفس الاوتبوت يدوني صفر عند الاكس بصفر، ويدوني واي بواحد عند الاكس بواحد. يبقى دول ايدنتيكال ولا ايكوفالنت ولا؟ حلو، يبقى نستبدلهم، يبقى نشيل الصف الاخير ده ونحط كل اف هنا بمين؟ بدي بالظبط، الله ينور، يبقى نعمل كده، وبالتالي نستبدل، يبقى الصف الاخير ده هيتشال ونشيل الاف دي والاف دي ونحط مكانهم دي، يبقى عندي 4 دي في العمود ده. يبقى بص، يبقى بيجوا 4 دي اهو، تمام كده، انا عملت لهم ايه؟ مينيمايزيشن. تمام، في حاجه ثانيه ايدنتيكال؟ بصوا طبعا، نبص على الكرنت ستيت ونشوف النكست ستيت ليهم والاوتبوتس، هل هم ايدنتيكال ولا عند نفس الانبوتس؟ في حاجه تاني؟ في البي والسي في الاي والسي، صح؟ يس. بس الاوتبوتس هل نفس الاوتبوتس؟ لا لا، أفضل. هنا الاوتبوتس عند الاي بواحد وهنا الاوتبوتس بكام؟ بصفر. يبقى نركز، لازم يكون ايدنتيكال عند كل الحالات، عشان فعلا حرفيا نقول طب انا ليه نحطه طالما هو بيطلع نفس الاوتبوتس ونفس النكست ستيت عند نفس الانبوتس؟ يبقى ليه انا نضيف ستيتس زياده؟ وصلت؟ دي الفكره. يبقى انا قللت الستيتس لكام ستيتس؟ المين؟ خمسة الخمسه خمسة ستيتس بدل 7. طيب تاني خطوه بيقول لك اعمل ايه؟ قال لك اساين باينري فاليو، هم طبعا كنت حاططهم رموز، انا لو من الاول يا باشمهندسين عامل لهم ايه؟ حطيتهم باينري كود وانا قاصده، زي مثلا بعمل باينري كاونتر، كنت هنحطهم من الاول وهنعملهم ستيت ريدكشن بيهم، او بنحط لهم رموز عادي ما تفرقش، لكن انا ما كنتش حاطط باينري كود اصلا، انا كنت عاملهم برموز، ماشي؟ وبعد كده عاوز نحط باينري كود، نحط ازاي باينري كود يا باشمهندس؟ هنحط عاد، عاوز تحط من 3 اصفار، من 4 اصفار، من 5 اصفار، زي ما انت عايز. طب انا عندي كام ستيت دلوقتي هم يا باشمهندس؟ خمسة ستات 5. محتاج كام بيتس؟ مية وتلاتين محتاج تقريبا 3. حلو، ما نقدر. طب ينفع 2؟ ده ينفع لا، 10 عشان اتنين الضغط. يبقى الله ينور، لان 2 ما يدونش غير 4، يبقى اقلها خليط، لو هنحط باينري كود يبقى لازم 3، ايه 3 بيتس، لان ايه يكفي الخمسه، طبعا هيبقى في 3 زياده، دونت كير، تمام ماشي. طيب قال لك ده الكلام ده لو انا هنعملهم ايه؟ ده الاساينمنت قال لك انا في كذا كود، انا ممكن نعملهم باينري، يبقى ده اللي انتوا قلتوه بالظبط، اه نحتاج 3 بيتس. طب ممكن نعمله جراي كود، الجراي كود خدناه في مين، في شابتر كام؟ في شابتر 1، شابتر واحد تمام حلو، اللي هو التغير يحصل عندي من كل ستيت للستيت اللي بعدها في كام بيتس؟ بت 1. واحدة الله ينور عليكم، بالظبط 1 بيتس هي اللي بتتغير، بس انا بتغير من صفر لواحد ومن واحد لصفر. طيب حلو، او حاجه اسمها ايه، 1 هوت، تمام. 1 هوت يعني اللي هو واحد يبقى في اول الخانه او في اول ويت، تمام، تاني مره يبقى في الخانه الثانيه، ثالث مره في الديجيت الثالث، ثالث رابع مره في الديجيت الرابع، وهكذا. وبالتالي لو انا استخدم الهوت كود ده محتاج كام بيتس؟ 5 بيتس زي ما انتم شايفين، لان كل كود ما يبقاش فيه غير كام، 1 1 بس واحد. البوزيشن بتاعه بيدل على قيمته. وصلت؟
بيديني معلومته، يعني معلومته في البوزيشن، يعني الواحد كان هنا، بعد كده الواحد يبقى فين؟ هنا، بعد كده الواحد هنا، بعد كده الواحد هنا. طب يبقى انا لو عندي خمسه ستيت يبقى محتاج كام بيتس عشان نعمل خمسه كود مميزين، خمسه ستيت مميزين؟ خمسه بيتس، تمام؟ فده على حسب. فاحنا في الغالب مثلا ايه ممكن نختار، ايه نختار الباينري، ايه الباينري كود بتاعنا ده العادي، اللي هو الباينري 0 1 2 3 العد العادي بتاعنا، تمام؟ طيب فنيجي عد، تعالى ايه، تعالى نعوض في الجدول بتاعنا. فين الجدول بتاعنا؟ اهو يا باشمهندسين، شايفين الستيت دي، نشيلها كل ستيت، نحط الاي بمين دلوقتي؟ لو نختار الباينري كود نحط الاي بكام؟ ها؟ ثلاث اصفار، والبي 001، والسي 1 01 0 0، 1 0 والدي 1 0 0 ماشي 0 0 او ماشي، او لو من على الشمال 1 0 0، والسي والاي 1 0 1 اللي هي الخمسه، تمام؟ اهو بالظبط كده. يبقى هو زي ايه، زي ما انت 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1، بعد كده 1 0 0 ماشي. احنا زودنا، نسينا ايه، نسينا خطوه هنا، ماشي. فهم ايه الخمسه ستيتس، وعوض برضه هنا، يبقى كل ايه نشيلها ونحط مكانها صفر، والبي نحط مكانها مين؟ واحد، والسي نحط مكانها مين؟ اثنين، والدي نحط مكانها ثلاثه، والاي نحط مكانها مين؟ اربعه، في كل مكان في الكود. شايفين يا باشمهندسين بالظبط؟ تشيل، شوف هنا كانت، هنا كانت الدي مثلا، الدي نحط مكانها كام قلنا؟ دي أمس في مكانها ثلاثه. ثلاثة. يبقى هنا الدي، فاكرين دول مش كانوا اربعه دي تحت بعض؟ حطينا مكانهم ايه؟ ثلاثة، وهكذا. والاوتبوتس ايه؟ عادي زي ما هو ايه بالارقام، تمام؟ كده ايه نكون خلصنا كده، ايه فاضل جزء، ايه جزء الديزاين، نخلو ايه في الفيديو، ايه فيديو قادم ان شاء الله.